يا مساء الخيرات يا حبايبي متابعيني، اليوم أنا وإنتو راح نكون في العام 1991 في إريزونا. قصة غريبة غريبة غريبة، راح تشوفوا إنه هالمظاهر والديمقراطية وإنه هي البلد اللي بتاخدوا منها القانون وما في عندهم تجاوزات غير صحيحة أبداً. راح تسمعوا تفاصيل مثيرة ومؤلمة، لكن كالعادة بعد الفاصل نسمع. ورح نكون في ضاحية من ضواحي فينيكس إريزونا، مقاطعة اسمها ماريكوبا كاونتي. هناك مجموعة من الناس التايلانديين عملوا زي واحة، وداخل هالواحة معبد سموه وات بروم كنورام. داخل هالمعبد بيمارسوا طقوس البوذية. بيحكي رجل الشرطة أو الشرف في المنطقة أنه هم ناس مسالمين جيدين، بعيشوا بسلام وأمان بعيدا عن الناس، وما كانوا معروفين كثير في منطقة إريزونا. هالجماعة المسالمة بلباسها البرتقالي لوحدهم عايشين في عالمهم مع حيواناتهم مع نباتاتهم، بيزرعوا بيحاولوا يكونوا بعيدين زي ما حكيت عن الحضارة والمجتمع. يقال انهم مسالمين لدرجة لو حشرة قرصتهم ما بيأذوها أبدا، عايشين في عالم الروحانيات لوحدهم. هالجماعة المسالمة ما كانت جماعة دينية فقط، هي زي تجمع للجالية التايلندية في المكان. بتاريخ 10 أغسطس من عام 1991 صباح يوم سبت، واحدة من السيدات بتروح على المعبد حتى تقدم لهم الطعام. العديد من الأشخاص كانوا يعطوهم للناس الموجودين في المعبد الطعام. بتنتبه إنه في دم موجود على الباب الخارجي، ولما توصل هالسيدة على الليفينج روم بتنتبه على التسعة الموجودين في المكان كأنهم نايمين، لكن لما تقترب أكثر بتتأكد إنه هم أبدا مش نايمين، هم متوفيين موجودين في الغرفة على شكل دائرة. إيديهم واضح إنه أخذوا أمر يرفعوها على رؤوسهم، وبعد هيك تم إطلاق الرصاص عليهم كأنها عملية إعدام. ستة من الضحايا كانوا من الرهبان البوذيين. واحد عمره 16 عام كان في مرحلة التدريب حتى يكون راهب. في عندي ضحية أخرى كان يساعد في تنظيف هالمكان وترتيبه، والضحية التاسعة هي راهبة عمرها 71 عام، راهبة طبعا بوذية. وبما أنه هي من أسوأ المذابح اللي صارت في تاريخ إريزونا بعينه، مجموعة كاملة مكونة من 66 شخص يقودهم شخص اسمه راس كيمبل حتى يبدو يحققوا في هاي القضية. بيبدوا الآن يصوروا المكان اللي صارت فيه المذبحة، إيديهم على رؤوسهم وجوههم للأسفل. بيحكوا إنه زي المذابح اللي كانت تصير في فيتنام. بيجمعوا الرصاصات الفارغة، بينتبهوا إنه هي على الأغلب من مسدسين، مسدس عيار 22 ومسدس آخر أو بندقية عيار 20. ولما يفتشوا غرف النوم بينتبهوا أنه بعض الأجهزة الإلكترونية مفقودة، لكن عندي أشياء ثمينة أخرى موجودة داخل المعبد ما زالت موجودة. شجرة عليها كاش واضحة للعيان ما حد لمسها أبدا. هل الدافع هو السرقة ولا في عندي دوافع أخرى؟ الآن بيبدوا يبحثوا عن بصمات، وبتم العثور على أكثر من 1000 بصمة في المكان، لكن لما بيقارنوها مع الموظفين مع المتطوعين مع الناس اللي بيجوا على هالمعبد بتكون مطابقة لهم، ما في بصمات غريبة. هلأ بينتبهوا على الجدران كأنه في آثار بصمات، لكن بيعرفوا إنه الشخص اللي لمس هاي الأماكن كان يرتدي كفوف،
واضح أنه الشخص بيخطط بطريقة ذكية. بينتبه رجال الشرطة على طفاية حريق موجودة في المكان، أيضا آثار حذاء. بما أنه البوذيين ما بيدخلوا على المعبد بحذاء على الأغلب، هالآثار تخص الشخص الجاني باستخدام ورق معين بسموه المايلر، والشحنات الكهربائية بياخدوا آثار واضحة جدا للحذاء. بيوصلوا لنتيجة أنه آثار الحذاء تخص حذاء عسكري الكهب بالذات، مصمم بحيث أنه يستخدموه في المشي على الثلج. وعلى واحد من الجدران وعلى ارتفاع 2 قدم تقريبا في كانت كلمة محفورة باستخدام سكين، الكلمة هي بلاتس أو دماء. هاي كانت اسم عصابة شوارع معروفة بالوقت اللي صارت فيه الجريمة. أيضا بينتبهوا على خزان من خزانات المياه الموجودة في المنطقة على بعد أميال بسيطة جدا، في عليها عبارة فينيكس جروب تضرب مرة أخرى. هلا هاي المجموعة ما كانت معروفة بالنسبة لرجال الشرطة، بيبدأ الأمر محير، شو الدافع من وراء هاي الجريمة؟ بيبدو يفكروا بطريقة أنه ممكن تكون جريمة كراهية، لأنه في صحيفة في تايلاند بتحكي أنه أحد الرهبان الموجودين في هالدير خبر عن أنه تعرض للتهديد من جماعة الكوكولاكس كلان، بتعرفوهم هدول اللي هم بيميزوا الجنس الأبيض، وكان لهم أنشطة بشعة جدا بفترة من الفترات. أيضا بتحكي السلطات التايلندية أنه صار خلاف بين أعضاء المعبد نفسهم الرهبان، وفي واحد منهم غادر مباشرة. بيوصل مبعوث من تايلند حتى يساعد يعني أو يحصل أجوبة، لأنه بالنسبة لهم أنه يتم إغلاق المعبد موضوع صعب جدا. بيبدأ الآن الضغط على السلطات المحلية حتى يجدوا الشخص الجاني. بيبدوا يفكروا أنه ممكن الموضوع له علاقة بالمخدرات، يربطوهم ببعض العمليات. مثلا في مرة من المرات كمية من الهيروين بتوصل لمكان وما حد بيجي ياخد هاي الكمية، بيفترضوا أنه الناس اللي في المعبد لهم علاقة. في مرة أخرى أحد الأشخاص بهرب زي تماثيل بوذية بيكون فيها مخدرات. بيبدوا يفكروا هل ممكن فعلا الموضوع بهاي الطريقة أو لا، بيجيبوا كلاب الأثار بتفتش المكان، والكلاب في مكان أو 2 بتتعرف أنه يمكن في مخدرات، بياخدوا السجاد بيفحصوه وبتم التأكد أنه لا ما في مخدرات نهائياً. أيضا بتم العثور على بعض المجلات الإباحية مخبية في واحد من الأدراج، يمكن زوجة واحد من هالناس الموجودين اللي بيتعاملوا مع المعبد إلها علاقة، أو زوجها طبعا إلها علاقة بهالجريمة المخيفة اللي صارت داخل المعبد، غيرة وعلاقات وبتعرفوا هاي السوالف. وحتى يتأكدوا أن الموضوع ما له علاقة بالغيرة، مراسم التشيع بيصوروها جميعها، بيراقبوا جميع الناس الموجودين وما بيوصلوا لنتيجة. بالتأكيد في دافع آخر لهالجريمة أو المذبحة. وطبعا بيتدخل الFBI والمحللين اللي ما بيعطوا هالمعلومات المفيدة جدا، بيحكوا انه شخص غير متوازن، عديم الرحمة، محروم، وهاي صفات يعني عامة جدا. على كل الأحوال بضل الموضوع لهيك لحد ما يوصلهم مكالمة هاتفية، هي أول زي ما نحكي إشارة على حل لغز هاي الجريمة. هاي المعلومات بتيجي من واحد من المرضى العقليين. هلا خلينا شوي نحكي عن المجتمع البوذي بهذيك الفترة. عمت حالة من الحزن والأسى داخل هالمجتمع، إلا أنه رجعوا زي ما بنحكي لملموا أحزانهم واستمروا في هالحياة. رجال الشرطة بتتذكروا كلمة بلاتس واللي هي اسم العصابة اللي كان موجود على الحائط، كانوا بدهم يحتفظوا بهاي المعلومة سرية، لهيك الحائط المكتوب
مكتوب عليه هاي الكلمة قصوها تماما وأخفوا هالمعلومة عن وسائل الإعلام والمجتمع. هلا بينتبهوا على ملاحظة أخرى، واللي هي إنه ممكن يكون العمل عمل ناس مراهقين، مجموعة من التصرفات زي مثلا طفاية الحريق اللي حكينا عنها، شايلينها من مكانها بدون أي هدف، مشروب الصودا كانوا واضعينه على أجهزة الكمبيوتر، والأشياء اللي تخص الرهبان الموجودين في هالدير، بالإضافة لأنه تم تفتيش الغرف وقلب الأثاث، كلها تصرفات ممكن تشير إلى مراهقين. ونرجع للمكالمة الهاتفية واللي صارت من أحد الأشخاص اللي اسمه مايك ماجرو، هو في مصحة تبعد 120 ميل تقريبا عن مكان حدوث الجريمة، بيتصل بيحكي لهم إنه أنا رح أساعدكم في العثور على الناس اللي نفذوا هاي الجريمة، بيحكي لهم إنه أنا كنت موجود في مسرح الجريمة، أنا السائق اللي أخذت الأشخاص ونفذوا هاي الجريمة. بيكمل انه الدافع من وراها هو عملية السرقة، بيحكي لهم انه انا بنتظرهم في السيارة للاشخاص اللي اخذتهم، بديت اسمع صوت الرصاص وما كان الهدف ابدا القتل، الهدف هو السرقة، لكن ما بعرف شو اللي صار. رجال الشرطة في البداية بيكونوا متشككين في روايته، لكن لما يبدأ يعطيهم تفاصيل المفروض انه ما حد بيعرفها غير رجال الشرطة، خلاص بيصيروا متأكدين إنه عنده معلومة صحيحة. وأكيد عرفتوا المعلومة اللي هي كلمة بلاتس وكانت موجودة على الجدران، هاي المعلومة ما حد بيعرفها إلا الناس اللي كانوا في مسرح الجريمة. هلا بيعرفوا إنه هو مريض موجود في مصحة بعد محاولة إله للانتحار، بيحكي لهم إنه الشعور بالذنب اللي صار عنده هو اللي خلاه يحاول ينتحر، وبالتالي ممكن تكون معلوماته صحيحة. والآن مايك مغريب يعطيهم أسماء أربع أشخاص، الأول هو ابن عمه اسمه مارك نودياز، بعدين عندي لي بروس رقم 2، رقم 3 فيكتور سارتي، وآخر واحد دانتي باركر. هدول الأربع أشخاص المفروض إنه هم اللي نفذوا الجريمة. بيبدوا يبحثوا في هالأربع أشخاص، دانتي باركر آخر واحد فيهم هو اللي له علاقة بعالم الجريمة والسرقة، الباقيين سجلهم نظيف تماما، بيعيشوا في منطقة توسان. ومباشرة بعد هاي المعلومات دوريات رجال الشرطة بتتحرك على منطقة توسان، بيطرقوا الأبواب، بيأمروهم أنه يناموا على الأرض، بيعتقلوهم، بيقيدوهم خلال منتصف الليل بدون ما حتى يشرحوا الأسباب اللي دعتهم إلى التصرف بهاي الطريقة، بيبدوا يحققوا معهم. وبتعرفوا كيف يضعوهم في طابور، مايك ماجريب يتعرف عليهم جميعا. الغريب انه دانتي باركر بيحكي هو ما بيعرف هالاشخاص الثلاثة نهائيا، كيف ربطوهم مع بعض ما حد بيعرف. بيبدوا يحققوا معهم، وخصوصا الشخص اللي اسمه دانتي باركر، على مدى 14 ساعة تقريبا يعطوه بعض التفاصيل عن اللي صار في هاي الجريمة. هون عملوا له زي تلوث في طريقة تفكيره، بطل عارف الشيء الصحيح من الشيء الخيالي، إذا هالمعلومات هو فعلا بيعرفها ولا رجال الشرطة المحققين دخلوها في دماغه على مدى 14 ساعة. جميع الأولاد بينكروا أي علاقة لهم بهاي الجريمة، ما في دليل واحد مادي يربطهم بمسرح الجريمة، الشيء الوحيد هي اعترافات هالشخص اللي اسمه مايك ماجرو، هو اللي ربطهم بمسرح الجريمة.
الآن بيلجأوا للرصاصات اللي كانت موجودة في مسرح الجريمة، بياخدوها، بيحددوا سلاح الجريمة هي بندقية عيار 22، بيعرفوا الشركة المصنعة. لما يروحوا على هاي الشركة بتحكي لهم إنه هالنوعية من البنادق هم في آخر 3 سنوات أنتجوها. بيبدأ رجال الشرطة يلفوا على الأماكن اللي بتبيع الأسلحة، بترهنها، ياخدوا جميع البنادق اللي من هاي النوعية، يعملوا عليها فحوصات، ولا واحدة منها كانت هي سلاح الجريمة. والآن ما في أمامهم غير يرجعوا لمايك ماجرو واعترافاته، بيرجعوا بيستدعوا هالأربع أشخاص مرة أخرى، وبيبدوا يضغطوا عليهم بطريقة صعبة جدا. أول واحد بينهار هو دانتي باركر، بيحكوا له أنه أنت لازم تستعجل تعترف لأنه لازم تنقذ حياتك. على طول هالشخص بينهار وبيبدأ يعترف. دانتي باركر بيبدأ يحكي عن الراهبة اللي عمرها 71 عام، الوضعية اللي وجدت فيها. أيضا بيحكي عن كلمة بلاتس اللي كانت موجودة على الجدران. هنا خلاص هم صاروا متأكدين إنه فعلا هالأربع أشخاص أو الخمسة إلهم علاقة بهاي المذبحة. في اليوم التالي الشاب اللي اسمه مارك نونيز أيضا بيعترف، معروف عنه أنه ابن الماما. أصلا طوال التحقيق وهو يبكي بيحكي أنا فعلا كنت في هاي الجريمة. بنيجي للشخص الآخر اللي فجأة كمان هو بينهار، ليو روس. ليو تخيلوا على مدى 33 ساعة ما نام، بيبدو يحكوا معه بطريقة انه حتى تتجنب الاعدام في غرفة الغاز لازم تعترف. على طول طبعا بده يتجنب هو انه يموت، بيعترف انه هو ضمن هاي المجموعة. الآن بضل عنا الشخص الأخير فيكتور سيراتي، هذا بيحكي ما له علاقة بالجريمة نهائيا، بصر إنه ما كان أصلا في المنطقة، لكن لما يفتشوا بيته بتم العثور على زي تمثال صغير جدا، بيتعرفوا عليه على إنه يخص واحد من الرهبان الموجودين في المعبد. بيحكي لهم إنه بهالليلة بالذات هو عنده حجة غياب قوي. بيحكي لهم انه في هالليلة هو كان يعمل في سباق من سباقات الخيول، وانه مصور الموضوع فيديو. فعلا بتم التأكد انه في كاميرا فيديو وهو كان موجود في السباق. السيدة اللي حكت انه هالتمثال يخص واحد من الرهبان بترجع بتسحب اعترافها، بتم اخلاء سبيله لفيكتور، بيضلوا الضحايا الأربعة الآخرين. الآن الأربعة الضالين بسموهم مجموعة التوسان فور، اللي هي اسم المدينة اللي المفروض هم منها. هلا لما يسألوه لمايك ماجرو من وين أو وين الملابس اللي المفروض كانوا يلبسوها لما نفذوا الجريمة، بيحكي لهم إنه رميناها وإحنا راجعين على مدينة توسان على الطريق السريع رقم 10. رجال الشرطة الناس المختصين بيعملوا عملية بحث ضخمة عن هاي الملابس، وعلى طول 100 ميل تقريبا بفتشوا ما بتم العثور على أي شيء. هلأ خلال التحقيق بيسألوا واحد من هالأشخاص اللي هم شاكين فيهم عن سلاح الجريمة، بيسألوا إذا عنده اللي هو ليو بروس إذا عنده بندقية عيار 22، بيكون جوابه أنه نعم أنا عندي البندقية. هم طبعا ما عثروا على سلاح الجريمة. على طول بياخدوا البندقية، وبتعرفوا خبراء الأسلحة بيحكوا بطريقة جميلة جدا إنه مستحيل الآثار اللي تتركها واحدة من البنادق تكون مشابهة لأي بندقية أخرى، كل بندقية بتترك آثار مختلفة تماما. هلأ خبير الأسلحة لما يقارن اللي كان موجود في مسرح الجريمة مع الطلقات اللي بيعملوها تجريبية من بندقية
شخصية بروس ما بتكون مطابقة أبداً. الآن بيرجعوا لآثار الحذاء اللي كانت موجودة في المعبد، بياخذوا عدد كبير من أحذية الأشخاص المشتبه فيهم، بيبعتوها على المختبرات، المختصين بيعملوا تجارب وتجارب، ولا واحد من هاي الأحذية كان مطابق لحذاء أي من الضحايا، أو خلينا نحكي المشتبه فيهم الأربعة. بعد فترة قصيرة بيرجع اثنين من المشتبه فيهم بيسحبوا اعترافاتهم، وهم الآن بيوجهوا اتهامات لرجال الشرطة والمحققين بأنه ضغطوا عليهم، أساءوا التعامل معهم لهيك اعترفوا. بيرجعوا الآن يدرسوا اعترافات هالأشخاص، وإذا فعلا يعني هم أخطأوا خلال هاي الفترة. بينتبهوا الآن أنه في اعترافات و يعني معلومات قدموها هالأشخاص غير حقيقية أبداً. تخيلوا واحدة من هاي المعلومات اللي بيعرفوها إنه مايك ماجرو اللي حكى المريض العقلي عن كل قصة الجريمة، بيحكي إنه استخدمنا أسلحة مختلفة تماماً عن السلاح اللي فعلاً تم استخدامه في هاي الجريمة. أيضا بينتبهوا أنه دانتي باركر واللي حكى أنه الراهبة اللي عمرها 71 عام وجهها كان للأعلى لما تركوا المكان، معلومته غير صحيحة لأنه وجهها كان للأسفل. حتى اللي كان مكتوب على الجدار كلمة بلاتس هو حكى أنه كانت مكتوبة بالدم، بينما هي فعلا كانت محفورة بسكين. أيضا من المعلومات الغريبة اللي بيحكيها دانتي باركر إنه في بعض الرهبان اللي كانوا غارقين في الدماء بدوا يركضوا وراء وصلوا لعند الباركينات. أصلا ولا واحد من الرهبان نجا من هاي الحادثة، دليل على إنه حتى اعترافاتهم كانت غير صحيحة. بيبدأ دانتي يحكي إنه رجال الشرطة هددوه إذا هو ما اعترف يعتقلوا أفراد العائلة و واحد من إخوانه. الآن بتتدخل وسائل الإعلام وبيبدوا يناقشوا إذا فعلا هالاعترافات كانت صحيحة أو لا. المدعي العام بياخد جميع ملفات الاعترافات، بيسكر على حاله الباب وبيبدأ يدرسها واحد بعد التاني. وأخيرا المدعي العام بيوصل لنتيجة إنه هالاعترافات فيها تناقضات، فيها شيء يناقض أصلا مسرح الجريمة. خلال هاي الفترة وهو يفكر إذا لازم نكمل هالقضية أو لا، بتصير حادثة أخرى. أحد رجال الشرطة اللي يتبعوا الجيش الأمريكي قبل 6 أسابيع بينتبه على شيء غريب، اسمه جون تيريتيو، بوقف سيارة. بتعرفوا أحيانا دوريات بتكون منتشرة لأهداف خاصة، بينتبه إنه داخل هاي السيارة في بندقية، وبيتذكر إنه هم بالفترة الحالية يبحثوا عن بندقية من هاي النوعية. مباشرة بياخد هالبندقية بيسلمها لرجال الشرطة. تخيلوا إنه واحد من رجال الشرطة بيضعها خلف باب من الأبواب وبينساها تماما، بيرجع وبيتذكروها بعد 6 أسابيع. هي نفس النوعية اللي تم استخدامها، اسمها 22 مارلين في جريمة قتل الرهبان في الدير. أخيرا بيبعتوها على مختبرات الأدلة الجنائية، خبراء الأسلحة، حتى يتم فحصها. وبتكون المفاجأة إنه هاي الرصاصات كانت من هالبندقية بالذات. البندقية تخص شاب عمره 17 عام فقط اسمه رونالدو، هو اللي كان في هالسيارة اللي وجدت فيها البندقية. مباشرة بيستدعوه من أجل السؤال، ولما يسألوه لرونالدو كاتشيا عن هاي البندقية بيحكي، وعن الأشخاص الأربعة اللي هم متهمين بيحكي هو ما بيعرف أي واحد فيهم، لكن بقدم لهم معلومة إنه هو بالفترة الأخيرة أعار بندقيته لاثنين من أصدقائه في المدرسة، شاب عمره 17 عام اسمه جوناثان ديوتي، وشاب آخر أيضا عمره 17 عام اسمه أليكس غارسيا.
يبدوا يبحثوا عن هالأولاد والمكان اللي كانوا متواجدين فيه في ليلة حدوث الجريمة. بيعرفوا إنه والد الشاب اللي اسمه جوناثان ديوتي كان يعمل في القاعدة الجوية الأمريكية، لكن نقلوه يبدو خارج البلاد. هنا الوالد بقرر إنه يترك ابنه جوناثان بصحبة أحد الأصدقاء. الصديق هو أليكس غارسيا. الاثنين بيروحوا على أغوا فريا سكول الموجودة في المنطقة، وبيبدوا فعلا يشوفوا إذا إلهم علاقة بالجريمة أو لا. بيعرفوا أنه هالصديقين ما بيسكنوا بعيدا عن القاعدة العسكرية، ومشاركين في برنامج المفروض أنهم رح يكونوا من الجيش الأمريكي. هلا بيبحثوا بجوناثان ديوتي، بيعرفوا أنه هو مواليد تايلاند، له علاقة مع رهبان هاي المعبد اللي صارت فيه المذبحة. والدته كانت من أعضاء المعبد، واحد من إخوانه كان يعمل في نفس المعبد. بيبدو الآن يبحثوا في منزله لهالشخص، وهنا داخل غرفة نومه بتم العثور على الكثير من الأدلة. في عندي صناديق كاملة من الذخيرة، بالإضافة لبتعرفوا أقنعة وهاي الأشياء اللي بيستخدموها في التخفي، استيريوهات، كاميرات. الاستيريوهات والكاميرات بيتم التأكد انه هي مأخوذة من المعبد. ايضا بيتم العثور على حذاء يخص الجيش، على طول بياخدوا هالحذاء بيبعتوه على المختبرات، وهنا بيتم التأكد انه كعب الحذاء مطابق تماما للشيء اللي وجد داخل المعبد. يعني اخيرا لغز هاي الجريمة انحل، مش بذكائهم ابدا. والآن حتى الرصاصات بيطابقوها اللي وجدت في مسرح الجريمة مع اللي معهم، وبيتم التأكد إنه هي مطابقة. لما يواجهوهم بكل هاي الأدلة بينهاروا وبيعترفوا بالتفاصيل وإنهم المسؤولين عن مذبحة المعبد. بيعترفوا إنه هم الاثنين اللي نفذوا الجريمة، وإنه الأولاد الآخرين التوسان فور ما إلهم علاقة بالموضوع نهائيا. تخيلوا، يعني لو ما كان بعض الأشخاص منتبهين وسائل الإعلام كان راحوا هالأشخاص ضحية إهمال رجال الشرطة ورغبتهم في إنهاء القضية. هلا شو الدافع من وراء هاي الجريمة؟ هو السرقة. بدأت تنتشر إشاعات إنه هالمعبد في ذهب وفي أشياء مخزنة، لهيك فكروا إنهم يهاجموا هالمعبد ويأخذوا الغنائم الموجودة. لا كان في ذهب ولا كان في شيء يستحق كل اللي صار. تخيلوا يقتلوا 9 أشخاص مقابل شيء بسيط جدا. بيحكوا انه الدافع من وراء هاي الجريمة كان هو السرقة. دخلوا على المعبد بعد ما وضعوا شيء يخفوا فيه وجوههم، لبسوا الأحذية المختصة، اجبروا هالرهبان انه يجوا على الليفينج روم يضعوا ايديهم خلف رأسهم، يركعوا على ركبهم. ما كان عندهم النية القتل، لكن اللي اسمه ديوتي بدأ يخاف انه ممكن واحد منهم اتعرف عليهم، لهيك بدوا في عملية قتل الرهبان. بعد ما نفذوا الجريمة أخذوا مبلغ $2,600 تقريبا، الكاميرات وبعض الأجهزة الإلكترونية، وغادروا المكان. والآن خلينا نرجع للتوسان فور. تخيلوا أنه رجال الشرطة ما زالوا مصرين أنه إلهم علاقة بهاي الجريمة. المدعي العام هو اللي بيتصرف وبيحكي أنه إحنا في أمريكا لا نحتفظ بالأشخاص البريئين داخل السجن. بعد 3 شهور على حدوث هاي الجريمة بتم إخلاء سبيلهم. شوفوا فرحة أهاليهم أمامكم.
وأكيد بيخطر على بالكم، طيب ليش هالأشخاص اعترفوا؟ أنتوا عارفين كمية الضغط اللي بيتعرض إلها هالشباب المراهقين، دخلوهم على غرفة فيها صور الجريمة، فيها ملفات، وبدوا يوصلهم بعض المعلومات عن الجريمة، فاختلط عندهم الواقع بالحقيقة لهالشباب. تخيلوا أنه هالغرفة المفروض أنه هي غرفة سرية وما بصير يدخلوا عليها، دخلوا عليها بالغلط حتى يعطوهم انطباع أنه إحنا ما بدنا تعرفوا هاي المعلومات، لكن هم فعليا كانوا بدهم إياهم يعرفوا هاي التفاصيل، زي عملوا لهم نوع من غسيل الدماغ. يعني هم أعطوهم تفاصيل هاي الجريمة، وبعدين بدوا هالأولاد يعيدوا هاي التفاصيل على أساس إنه هم بيعرفوها. لا هم بيعرفوها ولا شيء، هم سمعوها من الناس المختصين. تخيلوا، وفي النهاية هم همهم بسبب الضغط اللي صاير عليهم إنه تنحل القضية. هل في نقطة واحدة فقط حيرت الجميع، كيف هالشخص اللي هو مايك ماجرو عرف كلمة بلد مكتوبة على الجدار؟ هو لا عرفها ولا شيء، هو سألهم سؤال، هل كان في دم على الجدران؟ هم فسروها إنه بيعرف كلمة بلد مكتوبة على الجدران. تخيلوا. والروح الآن للمحاكمات اللي صارت في عام 1994. جوناثان ديوتي تم محاكمته، وجد مذنب أكيد بهاي المذبحة، وحكم عليه بالسجن 281 عام. الآن نروح للشخص الآخر اللي هو أليكس جراكسيا. قبل جراسيا، من وين جراكسيا؟ جراسيا يا بنتي. بالنسبة لأليكس، فقبل ما تنتهي محاكمته بيكشف معلومات ومعلومات، بيحكي عن جريمة أخرى نفذها بعد جريمة المعبد. أليكس بيعترف أنه هو قتل سيدة في منطقة ليكسايد، أطلق عليها الرصاص وأخذ منها مبلغ 20 دولار. بهديك الفترة التهمة كانت موجهة لشخص عنده تاريخ في المرض العقلي اسمه جورج باترسون. المؤلم جدا انه نفس الشيء صار مع جورج، بيحققوا معه على مدى 14 ساعة، في النهاية بيعترف انه هو اللي نفذ الجريمة، بينما المجرم الحقيقي هو أليكس جراسيا. وأخيرا بوجهوا له التهمة فيما يتعلق باللي صار بالمعبد، وأيضا جريمة قتل هالسيدة، ويحكم عليه بالسجن لمدة 271 عام. وهيك بتنتهي قصتي لليوم، لكن عندي بعض التفاصيل البسيطة. الأشخاص اللي تم اتهامهم في البداية المراهقين بيرفعوا قضية على الكاونتي أو المقاطعة، بيتهموا رجال الشرطة إنه حرموهم من الطعام، منعوهم يتواصلوا مع أفراد عائلتهم. في النهاية بياخدوا تعويض بقيمة 2.8 مليون دولار تقريباً. وحتى الشخص اللي اسمه جورج باترسون هو أيضا بيرفع قضية على الكاونتي، وبياخد مبلغ 1.1 مليون دولار. تخيلوا، يعني مع أنه مريض عقلي، لكن هدول الناس في محاميين بيتبرعوا أنه يتدخلوا من أجل أنه طبعا هم ياخدوا مبالغ مقابل هالتدخل. أكيد رجال الشرطة المقاطعة صاروا أضحوكة لفترة، لكن بيحكوا أنه هم رجعوا غيروا في أساليبهم. هلأ بالنسبة للمعبد، رجعوا ناس آخرين بدوا يعملوا فيها المعبد، ورجعت الحياة إلى طبيعتها في المكان. وكانت هاي نهاية قصتي لليوم، بتمنى تكون عجبتكم، وإذا عجبتكم فكروا باللايك والاشتراك في القناة. إلى اللقاء حبايبي.